مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر الذي يسبق لقاء المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم ضد غينيا الاستوائي. لقاء الخضر يدخل لحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2025. المباراة ستجرى بملعب الوداد في بمدينة وهران. عودة الخضر إذن إلى هذا الملعب وبدون أدنى شك راح يكون في حضور جماهيري كبير وكبير جدا من أجل مساندة العائد إلى المنتخب الوطني رياض محرز. لتوسع أكثر وللحديث أكثر عن هذه المباراة نشرف باستضافة المدرب طبعا سابق المنتخب الوطني الأولمبي وللعديد من الأندية الجزائرية سيد عز الدين عجودي. مرحبا بك. مرحبا أخي عزيز، إخواني الضيوف، إخواننا المشاهدين، تحية رياضية. مرحبا بك إذا شيخ طبعا لتحليل عن المباراة اليوم. نسعد جدا بتواجدك معنا في البلاطو. طبعا لاعب سابق والمدرب والتقني الجزائري قاسم مهدي يحضر معنا كذلك. مرحبا بك قاسم. الله يسلمك، مساء الخير يا زيد، مساء الخير الشيخنا وخونا. مرحبا بك إذا قاسم في بلاطو اليوم. ننتظر إن شاء الله انطلاقة جيدة للخضر في تصفية الكان. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نكونوا في المستوى ان شاء الله، هذا ما نتمناه. مرحبا بك ايضا طبعا قاسم مهدي. يوسف مربعي الزميل بالقسم الرياضي بقناه البلاد، مرحبا بك. مرحبا بك يا زيد، ونرحبوا بضيوفنا عز الدين ومهدي، وان شاء الله الفوز للمنتخب الوطني ان شاء الله، هذا ما نتمناه. طبعا اول لقاء تصفوي لكاس افريقيا للامم 2025 وعوده المنتخب الوطني الى ملعب ميلود هدفي بمدينه وهران. سوف نربط الاتصال بعد قليل طبعا مع الزميل ومبعوث قناة البلاد وليد الدريسي المتواجد بعين المكان بمدينة وهران وبملعب ميلود هدفي خصيصا للحديث أكثر وعن الأجواء طبعا لنقل الأجواء الخاصة بهذا اللقاء. نبدأ إذا تكرمتم طبعا شيخنا لأنه طبعا سبقنا في الميدان صح التعبير شيخ، أول مباراة للمنتخب الوطني في تصفية كأس إفريقيا للأمم 2025 راح تكون ضد منتخب غينيا الاستوائية. نذكر فقط أنه في هذه المجموعة الخضر سيواجه كل من غينيا الاستوائية، ليبيريا بعد أيام قليلة إن شاء الله، وطوغو. طبعا مجموعة تبدو على الورق في متناول المنتخب الوطني. نزيد معلومة فقط شيخ، أنه الخضر سوف يبقون في منافسات التأهيلية الخاصة بكأس إفريقيا حتى شهر مارس، أين سنعود إلى تصفيات المونديال. أول مباراة طبعا بصفتك مدرب وطني سابق طبعا في المستوى الأولمبي شيخ، في مجموعة مثل هذه داخل أرضك في وطنك في وسط حضور جماهيري تاعك، طبعا بدون أدنى شك لازم تحقيق الفوز من أجل انطلاقة جيدة. تفضل. يعني أظن الشيء المقلق نوعا ما يعني أنه المباراة أولى بعد العودة إلى البطولات، شفت يعني كامل البطولات بداوا بجولتين ولا ثلاثة، فنوعية المنافسة تكون ما بين لاعبين يعني ماهيش كامل مليحة، ولكن رغم ذلك نقول أنه الفريق الوطني لديه من الإمكانيات، ما خاصة عودة اليوم لاعب محرز، يعني نفسيا المجموعة ستتحرك، المجموعة أو المدرب كان يبحث عن ديناميكية جديدة إن شاء الله ستكون موجودة، هذا يعني القراءة الأولية لهذا. طبعا هذا ما نتمنى، نبقى معك شيخ. والحضور طبعا قبل قليل كان نشر القائمة الأساسية اللي راح تواجه منتخب غينيا الاستوائية. نبقى دائما معك شيخ عز الدين أيجودي، مندريا في حراسة المرمى بدون أي مفاجآت، عودة ماندي إلى الجهة اليمنى بعد ما لعب في المنصب هذا في أيامه الأولى طبعا لما التحق بالمنتخب الوطني، توغاي ورامي بن سبعيني في قلب الدفاع طبعا الأولى لأساسية لجوان حجام على الجهة اليسرى، في وسط الميدان زروقي بن ناصر وفي تنشيط اللعب حسام عوار، على الجهة اليمنى رياض محرز كما تعودنا، على الجهة اليسرى بن رحمة، وفي قلب الهجوم بغداد بونجح. كما تشاهدون طبعا أسفل الشاشة القائمة الأساسية التي سيدخل بها المنتخب الوطني ضد منتخب غينيا الاستوائية. تفضل عزدين. يعني البناء الأولي شوفوا 4-3-3 البناء الأولي، ولو كما تكلمت مع قاسم في وسط الميدان كيف يكون 2-1 ولا 1-2 اظن انا استبعد انه تكلم عن لاسونتينال، يعني هل ترى نلعب بمسترجع واحد بواحد ولا باثنين، انا اقرب نشوف حتى يعني زروقي وبن ناصر ياكل يخدم بزروقي وبن ناصر وعوار الى الامام.
أظن هذا الشيء يعني اللي يقدر يحرك نوعا ما. شفنا الأسبوعين الماضيين عوار عودة مليحة في البطولة السعودية. نتمنى ذلك، ولكن قلت لك البناء الأولي أو الديناميكية اللي راح يبحث عليها المدرب هو يعني، لأن صراحة نتكلم على الفريق الوطني، ولكن بالمقابل هناك فريق محترم جدا استوائية الذي تغلب علينا في كأس أفريقيا قبل الماضية، يعني يخلق دفاعين يدافع مليح، المرتدات بسرعة صراحة تكتيكيا أبهرنا في كأس أفريقيا الماضية. صحيح قاسم مهدي عزيزينا جودي يفضل أن المثلث يكون إلى الأمام يعني بمسترجعين وصانع ألعاب اللي هو حسام عوار، هل توافق الرأي الشيخ عزيزين جودي في هذا الطرح، أو تشوف أنه اليوم ربما ضد غينيا الاستوائية وبتشكيلة مثل هذه الأحسن أنه المثلث يكون للأسفل؟ تفضل تكلم على وسط الميدان. طبعا أنا مع الشيخ، أنا ليا في الأول كنت نشوف بلوس زروكي أون سنتينيل هو مؤلف، وكنت نقول باللي عوار وبن ناصر بلوز افونسي كوم دي بوكس تو بوكس، بصح انا شفت ان ديكلاراسيون تاع لوران بلون المدرب تاع حسام عوار في الاتحاد السعوديه، قال لك انا حسام عوار كي كان عندي في ليون يجوي كما نيميرو 10. اسكو هذاك دوكا بيتكوفيتش ماشي خمم فيها، وكيما قلت انت يلعبوا اي سي تانسبيري دو لوران بلون اكتوالمون، كي تشوف لو روندمون تاع عوار راه دون اون بونت بوزيتيف و يجو كوم نيميرو 10 شغل مور بنزيما في الاتحاد السعوديه. دونك انا ليا سا بوت اون سوليسيون اليوم الفريق الوطني، ميم سي حنا موالفين نشوفوا طول طول الفريق الوطني بون سنتينيل و دو افونسي سي فري. دونك دوكا تبان على كل حال في الديبي دو ماتش، مي سي ان ميليو تيران بوليفالون لي اكتوالمون نظن بلي لي تخوا جوار راهم كومبيتيتيف و ان فورم، ان شاء الله نشوفوا حاجه في المستوى. مي اتونسيون كيما قال الشيخ ليكيب تاع الغينيا باسكو فيزيكمون. مادي راح ندوز اكثر في الموضوع قبل ما نروح عند يوسف، طبعا نتوقف عند اذان صلاه المغرب ولا نعود بعدها. حان الان موعد صلاه المغرب حسب توقيت الجزائر العاصمه وضواحيها. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والتواب. إذن توقفنا عند قاسم مهدي طبعا فيما يخص تشكيلة المنتخب الوطني، وفي أثناء أذان صلاة المغرب كان في حديث آخر مهدي، دونك تكلمنا على تدخل دو زاغيغ تاعنا اللي هما لي دروال لي لاغيغ غوش تاعنا اللي ما راهمش سي با دي زاغيغ اللي بلوس اوفونسيف كو ديفونسيف، والفكرة جات مع يوسف يلاه دونك جو بريفير ندير. تفضل. لا لا كنا نقصروا مع يوسف اليوم كي عندك عطال وعندك عيط نوري sur les latéraux, ماشي يجيبوا لك لو بلوس سور لو بلان اوفنسيف سورتو عطال سورتو عيط نوري سي دي بون دريبلور يقدروا يدخلوا في لا سيرفاس. كنا نشوفوا لي عطال ينو رامن بوكو دو كو دو بي اريتي سي تري امبورطون في الفوتبول مودرن. اليوم كي عندك ماندي وحاج عجم عجم سي سا حجام سي دي جوار ا بروفيل بلو ديفونسيف دونك كيما نقولوا كنا نقولوا مع يوسف اون فا تروفي لابور اوفنسيف شويه ناقص اليوم او نيفو دو ميم دو لا بوسيسيون دو كلش، مي بون سي ان سيستيم بالك نشوفوا حاجه واحده اخرى بتات سافا ليبيري لي ميليو تيران تاعنا يكون لا ديفونس بلو راسورانت. On a l'habitude les derniers matchs d'encaisser beaucoup de buts. On va tenter hein, parce que par exemple le profil que tu as dit عليه ولا le style de jeu que tu as parlé عليه مهدي ولعبنا ضد جنوب افريقيا لا تذكر مليح on a encaissé 3 buts quand même hein, donc voilà donc peut-être كما قال عزدي tout à l'heure وانت كذلك انه المدرب بيتكوفيتش شاف par rapport à la qualité des joueurs اللي عنده donc c'est par rapport à ça اللي في adapter la tactique تاعو فوق ارضية الميدان. يوسف نشاهد صور مباشرة من ملعب ميلود هدفية المدرجات مكتظة عن آخرها، ودائما ما يكون فيه ترحيب كبير للمنتخب الوطني بملعب ميلود هدفية طبعا خصيصا وبمدينة وهران بصفة عامة. أكيد يزيد المنتخب الوطني أينما حل وارتحل يجد الملعب مملوء عن آخره. شفنا في عنابة في قسنطينة هنا في العاصمة في وهران هذه للمرة ربما الثالثة أو الرابعة اللي يلعب في وهران. الأنصار المنتخب دائما متعلقين بالفريق تاعهم، هذا الشيء اللي راح يكون حافز للتشكيلة الوطنية. اللي ما تنساش أنه مرينا بأزمة شبه أزمة يعني و كانت ظروف صعبة، الفريق لقى الأنصار تاعو يعني في أحلك الظروف. شفنا رغم الخسارة ضد غينيا في تصفية كأس العالم يعني الآن هذه أول مباراة بعد الخسارة يعني داخل الديار ضد غينيا، نشوفوا الملعب ممتلئ عن آخره، هذا حيكون حافز كبير يزيد. بالنسبة ربما الملاحظ في التشكيلة اللي يدخل بها فلاديمير بيتكوفيتش هي ربما العودة إلى التوليفة القديمة. صحيح. ونجد الملاحظ أنه غياب اللاعبين الجدد اللي كان أعطاهم فرصة تاع العودة للمنتخب الوطني أمثال بنزية أمثال بقرار أمثال قويري. قندوسي كويري إبراهيمي نشوفوا يعني العودة إلى التوليفة الغائب أصلا على التربص، نشوفوا العودة إلى الأسماء يعني القديمة اللي كان يعتمد عليها الناخب السابق. ربما هذا الشيء الخيار يعود لنوعيه الخصم اللي كما نعرفوا انه منتخب قوي جدا وكان حقق المفاجاه في كاس افريقيا الاخيره وحتى الكاس افريقيا ما قبل الاخيره، يعني هذا الفريق في منحه تصاعد دائما فريق يكون نشاهد انه عنده فرديات عنده نعم ممتازين مختلفين في الدوريات الاسبانيه ولا توجور دي بروبليم كو سوا فيك لاغيني لاغيني بيساو لاغيني كواتوريال عندنا دائما مشكل مع اكيد نعم على ريجيون لانه هذه البلدان اللي تكرمت وذكرتها هي بلدان المواهب وبلدان كره القدم في افريقيا صح اسبانيا نعم البرتغال الاسباني البرتغال الاسبانو عندهم الستيل دو جو تاعهم. قلت لك كما قلت لك انه المنتخب هذا في تطور ملحوظ، عنده فرديات يلعبوا في الدوريات الاسبانيه الدوريات البرتغاليه بعض اللي يلعبوا في الدوريات الفرنسيه، مقابله تكون صعبه جدا. نعرفوا احنا بيتكوفيتش هو في يعني في المسار تاع اعاده بناء منتخب قوي اللي راح يحقق الاهداف تاعو سواء في كاس افريقيا هذه القادمه او تصفيات كاس العالم، وذلك في يعني ظرف قصير جدا.
هذا الشيء اللي ما خلاش يحدث ثورة كبيرة في التشكيلة الوطنية. لو أني أنا تمنيت خاصة زدين سامحني كل واحد ولا زوز نقاطك فقط، خاصة اللاعب هذا إذا كان ممكن تعطيني صورة محرز وكذلك اللاعب سلفادور إذا كان ممكن المخرج من فضلك فوالا دونك سو أن بلون لارج لاعب سلفادور هذا اللي تألق في كأس أفريقيا وخاصة في مباراة الخضر في كأس أفريقيا قبل الماضية كان مهاري كان عدبنا هذا دونك بريمير فوا يفا يتعرف على الجزائر والشعب الجزائري وعلى الجماهير الجزائرية دونك هذا يدل على شيء فإنه يدل على المستوى الكبير اللي كاين في بعض الفرديات داخل منتخب غينيا. تفضل عزيزي سامح لي قطعتك. احنا كنا نتكلموا على الثورة اللي بلاك المدرب الوطني ارتأى انه بلاك يديرها بعدين، ولكن رغم ذلك فيه يعني فرديات اذا كان يعني انت جبت لاعبين جدد ماذا بينا نشوفوا لاعب زوج داخل عزدي. المهم جدا يكون عندك دكة بدلاء جيدة في صورة بنزية، في صورة مثلا حاج موسى اللي حنا نتكلموا عليه، في صورة كذلك قويري، في صورة لاعبين اللي أي فريق كبير مهم جدا في المنتخب. أي فريق في المنتخب يكون عندك بدائل الأولى أنه تفضل عزدي دكة البدلاء تكون قوية، تكون حاضرة في كل الحالات. فالفريق الوطني صح فيه بدلاء اللي سواء دفاعيا ولا هجوميا عندنا يعني مستوى جيد. اليوم عزدين بكل صراحة هزيمة داخل الديار بيتكوفيتش في تصفيات المونديال، ذهبنا وحققنا ثلاث نقاط ثمينة وثمينة جدا خارج الديار، فوز وهزيمة في الرسميات في المباريات الودية كنا شفنا الدورة اللي كانت أجريت هنا بملعب نيلسون مانديلا، وشفنا كذلك بعض الأمور التي كانت جديدة على الخضر. مدرب عز الدين الجودي، أنت اليوم ما هو ربما تصورك لهذا اللقاء؟ أين هي الكليد لاريوسيتا، مفاتيح النجاح في مباراة اليوم ضد منتخب قوي وقوي جدا؟ هذا ربما ما يجهله الكثير بكل صراحة. تألق بعض الفرديات اليوم بتاتر لوريتور دو رياض محرز، أين يرى عز الدين الجودي؟ أولا تألق الخضر، أولا التصور تاعي كل ما نصوره كل ما نتصور نقول إن شاء الله الجزائر تفوز. لا الجزائر تفوز لأن ما نقدرش بعد الخسارة تاع المقابلة اللي فات داخل الديار صعيب أنك تصور خسارة أخرى أو تعثر آخر، تعثر واحد آخر صعيب لينا احنا، لأن صراحة سواء جماهيريا أو رياضيا ما نقدروش نتحمل، ولو أنه يعني على الورق كما قلت مجموعة لا بأس يعني نقدروا إن شاء الله تأهلوا بكل سهولة، ولكن اليوم الكرة الإفريقية علمتنا أنها يعني تتطور في كل مرة. أنا نظن فرديا نتمنى أنه محرز يدخل بقوة. ثاني تكلمنا على بالرحمة اللي مازال ما لقى الظلة تاعو في المنتخب، صحيح الفرص اللي جاتو نتمنى إن شاء الله اليوم يكون كما يقول لك من بين رجال المباراة. صحيح، راح نتكلم على موضوع طبعا الذي ربما أراه مهم في المنتخب الوطني بين تألق بعض اللاعبين بمجرد الوصول إلى المنتخب الوطني وبعض النجوم الآخرين اللي خدوا بزاف وقت من أجل التألق مع الخضور وما زال ما شفناهوش بكل صراحة. دونك راح نتوسع في هذا الموضوع. قاسم، عودة القائد رياض محرز بكل صراحة. بون ديجا أنا يزيد ياك في لي بلاطو لي جازو كنت نقول باللي صح النيفو تاعو كان ناقص سور لي ديرنيير كومبيتيسيون لازم وشفنا ميم انا شفتو في لا مورفولوجي تاعو سور لو بلان فيزيك قبل ما كان يلعب انا جاب لي ربي كان شويه بالبوا زياده لازم واحد يهضر الحقيقه. صحيح، دوكا ملي بدا لا سيزون هذيك ميم على الكلوب تاعو انا شفنا رياض محرز سور لو بلان فيزيك ما خير. دوك احنا نعرفوا كاع لي كاليتي تاع رياض، سي لومبليماتيك كيما نقولوا ديجا سي امبورطون كيلي لا بيان سور ميم سور لو بلان دو ليتا ديسبري تاع الجروب سي دي ماتش امبورطون اللي هو ديجا يقدر هذوك لي نوفو يدخلهم في البان كيما يقول سي سرا بلو فاسيل بور او كي يكون رياض dans l'effectif ou comme capitaine que Lucas Meikoj. Après sur le terrain, حنا ce qu'on attend de lui c'est li kan yedirha le leader technique تاع l'équipe parce que qui كون محرز مليح automatiquement l'autre li tabou. Bien sûr. C'est le leader technique تاع l'équipe. Donc et le leader même dans l'état d'esprit, c'est-à-dire lazem nhassouh blli huwa c'est le capitaine تاع الفريق الوطني. Les dernières rencontres ما كناش نحسوه
ان محرز امبليكي صح اليوم اون ا بيزوان دو روتور دو محرز امبليكي باش نضمن بلي هذيك لا بتيت بيريود انا ليا سا بو كو لوي فير دو بيان وان شاء الله نتمنوا اليوم نشوفوا ان غران محرز كيما والفنا و faut pas oublier que on a de la jeunesse ou de la fougue sur le banc de touche ou en deuxième mi-temps qu'il y a Amoura qu'il y a Hadj Moussa Amoura il est sorti de la قائمة attention Amoura qui il a des soucis il vient de reprendre je pense pas que le club الوطني va prendre de risque Benzia peut-être Benzia peut-être Gouiri Hadj Moussa donc pas savoir 20 minutes après qui fait la vitesse تاعو سمع كي تطيح مع des équipes qui m'ado sur le plan physique défensif li tqal chouya ou عندك Amoura avec la vivacité تاعو يقدر يدير لا ديفيرونس ا تو مومون تري بيان دونك هذا واش نتمنوا نتمنوا تالق المنتخب الوطني منذ بدايه اللقاء قبل ان نواصل الحديث مع يوسف اذا كان ممكن طبعا وليد مرجاوي هل اذا كان ممكن نربط الاتصال بالزميل وليد راسي طبعا ليس الان نروح نسمع تصريحات يوسف انصار المنتخب الوطني متواجدين بملعب ميلود هدفي الذين دائما يستقبلون الخضر احسن استقبال يلا راح نشوف تصريحات مناصري الخضر ولا نعود بعد هذا جينا اليوم نخرجوا نشوفوا المنتخب تاعنا ان شاء الله المنتخب الوطني جينا اون فامي جينا نكتشفوا الفريق الوطني ونشوفوا الجمهور قد عندها بدات تولي لها الثقافه الرياضيه الحمد لله وراه في تطور والحمد لله نشكر ثاني الدوله على هذه المركبات الملاعب العالميه النتيجة تكون لصالح الفريق الوطني الجزائري ان شاء الله باذن الله 2-0 صالح 2-0 السلام عليكم بور انا جاي من غليزان انايا باش نشوفوا ليكيب ناسيونال نشوفوا بونجاح نشوفوا محرز نشوفوا بن ناصر ماذا بينا بيتكوفيتش يدير فينا يدير الثقه في لي جان اللي راهم جايين هنا رانا اون فامي رانا عائلات كبار منسى لي جان ما رانا ماناش نخسروا ماناش نهرسوا نحافظوا على بلادنا وبلادنا ديما في القلب وفيفا لاجيري اليوم رانا جايين حنا مستغانين باش تفرجوا المقابله تاع الفريق الوطني هذا ومع الجمهور اليوم رهنا بقوة والأمن راه واقف عليه واقف على الغر والمدرب الوطني اليوم ان شاء الله ان شاء الله يفرحنا ان شاء الله يفرحونا مع الجماعه مع رياض محرز ومع بن ناصر ومع كاع الشبيبه تاعنا ان شاء الله ان شاء الله نفوتوا مقابله شابه وان شاء الله الفوز لينا وانتو تري في فراجيري سلام جينا اليوم الملعب ميلود هاتفي نتفرجوا ماتش الجزائر ضد غينيا الاستوائيه الاجواء راهي حماسيه بزاف والحمد الحمد لله جينا لي فامي ما كانش ديرونجمون ورانا متشوقين شكون غادي يربح اليوم صافي بليزير جينا هاد اللي نساندوا ليكيب تاعنا وان شاء الله نربحوا ان شاء الله وادو تري في فراجي اذا شكرا موصول للزميلين وليد رئيسي وعبد القادر دحو يوسف اجواء رائعه طبعا واستقبال مميز دائما للخضر بمدينه الباهيه وارن رضوان بو عاليه كذلك بعود قناه البلاد شيء جميل جدا الصور اللي شفناها يا زيد صور العائلات انصار المنتخب الوطني اللي توافدوا منذ الساعات الاولى لملعب ميلود هدفي في وهران مشاهد الملعب مقتضى عن اخره يوسف مقتضى عن اخره هي اكيد لانه الجمهور الوهراني وخاصة والجمهور الجزائري عامة يعشق كرة القدم كرة القدم عندها شعبية كبيرة في مدينة وهران الباهية صحيح خاصة بعودة المولودية الفرق العريقة هنا نعم المولودية وكذلك لازم صحيح لا قلت عودة المولودية يعني المولودية في الشركة في الوجهة نعم أكيد وإن شاء الله نتمنى عودة كذلك جمعية وهران قلت أن الفريق الجمهور الوهراني يعشق كرة القدم وهذه فرصة لاستقبال المنتخب الوطني في ملعب ميلود هدفي من أجل مساندة رفقاء رياض محرز من أجل كذلك الوقوف في هذه الظروف الصعبة للفريق الوطني للدخول بقوة في تصفيات كأس إفريقيا اللي هي منافسة مهمة يوسف من الناحية الإعلامية طبعا نفضل نتكلم معك إعلاميا مادام فيه الجانب التقني متواجد كل من مهدي وسيد عز الدين أيجودي بكل صراحة اليوم مجموعة الخضر تتكون من غينيا الاستوائية ليبيريا وطوغو اليوم هذا هو أقوى منافس في المجموعة ما نكتبوش على روحنا يعني منتخب غينيا الاستوائية أكد في العديد من الكؤوس الإفريقية أو طبعة الماضية من كأس إفريقيا علو كعبه اليوم عليك أن
تؤكد لمحبيك وللمنافسين انه ابرز منافس لك في المجموعه تغلبت عليه بكل صراحه على الخضر وعلى الناخب الوطني اليوم. تاكيد ما نقوله في البلاطوات وتاكيد ما يكتبه الاعلام العالمي بكل صراحه. مجموعه لديك فيها محرز، لديك فيها عوار، لديك فيها بغداد بونجاح، لديك فيها رامي بن سبعيني، عليك ان تتالق منذ البدايه ضد منافس مباشر. اكيد بكل صراحه هذا واش تفضلت به انت، هذا ربما يبقى على الورق. لو نشوفوا القراءه اعلاميه اكيد لو نشوفوا المنتخب الوطني في التصفيات في الطبعات السابقه يعني كنا نتاهلوا بكل سهوله، صحيح ما كانش فيه صعوبات كبيره عكس تصفيات كاس العالم، ولكن تبقى هذه الرهانات هذه تبقى على الورق. لازم مطالبين باش ناكدوا ذلك في الميدان، نعرفوا ظروف افريقيا لانه ليست كل مباراه تجرى على ارضنا، نعرفوا ظروف افريقيا، نعرفوا ربما هي التحدي الاكبر من المنافسين الظروف، لانه نعرفوا الطابع تاع اللاعبين تاعنا اللي ماشي يعني متعودين على الظروف الافريقيه، والدليل انه احنا نلعبوا على عشب اصطناعي في في, في 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 ليبيريا. حتى في نعطيك مثال، احنا مطالبين باش نعطيك مثال اليوم. احنا نقولوا مثلا لاعبين المحترفين الجزائريين ما يعرفوش ارضيه اصطناعيه، هكذا نقولوا، نقولوا صافا تخرجوا. حجام يلعب مع نادي يونغ يونغ بويز السويسري فوق ارضيه اصطناعيه. نعم هكذا احنا جيد انك تعطي هاد لي ديتاي هادو باش يعني ما نخلعوش لاعبين نلعبوا سير انتينا سانتيتيك يعني النهايه. ممكن يكون لازم نتحداو كل دور. اسمح لي يزيد، ممكن تما يكون شويه لا نيج ولا البرد ولا الشتاء، عندهم دي تيران سانتيتيك وين يونترينيو ا كوتي. فوالا تخي بيان، ضربت الاتصال بالزميل وليد رئيسي مبعوث قناه البلاد الى ملعب ميلود هدفي بمدينه وهران. مساء الخير وليد، كيف هي الاجواء هناك بمدينه وهران وبملعب ميلود هدفي بهذه المدينه المضياف؟ نعم استمع اليك جيدا زميلي. مساء الخير وليد، طبعا نشكر ضيوفك. شكرا وليد، نشكر على التواصل، نشكرك على تواصلك معنا من ملعب ميلود هدفي بمدينه وهران. نشاهد ان الملعب مكتظ عن اخره، كيف هي الاجواء هناك من مدرجات ملعب ميلود هدفي بمدينه وهران؟ تكلمنا عن التشكيله الاساسيه، هل من جديد؟ طبعا قبل انطلاق المباراه بحوالي 40 دقيقه حتى يتسنى لنا لتذكير الجمهور الكريم، المنتخب الوطني لم يلعب في هذا الصرح الرياضي ملعب ميلود في وهران تقريبا سنة ونصف منذ ان اجرى ثلاث مباريات ودية هنا ضد كل من غينيا مالي ونيجيريا. هي اول مباراة رسمية للخضر على هذا الملعب، ملعب ميلود هدفي التي تتواجد ارضيته في ابا حنا، ارضية ميدان جد رائعة لاحتضان اولى المباريات الرسمية في تصفيات كأس افريقيا 2025 ضد غينيا الاستوائية. أجواء جد رائعة يصنعها الجمهور الرياضي الحاضر هنا بمدرجة ملعب ميلود هدفي، تقريبا حضور 33 ألف مناصر جزائري، كل المدرجات ممتلئة عن آخرها من أجل مشاهدة أول مباراة رسمية هنا بوهران ومشاهدة أشبال الناخب الوطني بيتكوفيتش لتقديم لهم كل التشجيعات والدعم، لما لا الفوز ضد غينيا الاستوائية الخصم الذي أوقف سلسلة انتصار المنتخب الوطني في كاس افريقيا بالكاميرون سابقا. يزيد ان كانت لديك اسئله اخرى طبعا تفضل بطرحها، نحن في الخدمه وقناه البلاد دائما في الخدمه. كان في استقبال كبير للجماهير الوهرانيه طبعا للمنتخب الوطني كما جرت العاده. انت تنقلت صبيحه اليوم الى مدينه وهران، واتصور انك طبعا طرحت العديد من الاسئله على مختلف الجماهير المتوافده على ملعب ميلود هدفي. دائما ذلك الحماس وذلك الاستقبال الرائع من طرف المواطنين بمدينة وهران للمنتخب الوطني. يزيد هي مبادرة جد رائعة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم بإجراء مباراة المنتخب الوطني سواء الودية أو الرسمية في مختلف ملاعب أو في مختلف الولايات على مستوى مختلف الملاعب من بنها قسنطينة عنابة وهنا بوهران، حتى يتسنى لكل الجمهور الرياضي في 58 ولاية من أجل التقرب ومشاهدة الخضر، مشاهدة المنتخب الوطني. اليوم سكنة وهران كانوا في استقبال عدة مناصرين من مختلف الولايات، كانت أجواء جد رائعة وخاوية هنا من محيط الملعب أو في مختلف مدن الولاية أو حتى من داخل مدرجات
الملعب يزيد. للتذكير كنتم قد تكلمتم عن التشكيل الأساسي، وكان قناة البلاد أقول عفوا كان لها السبق في هذا الأمر، كنا أشرنا إلى التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، وكان ذلك من خلال الإعلان الرسمي على مستوى الموقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم. جيد. طبعا والد، هل تؤكد غياب الثلاثي بالعيد وكذلك رايان آيت نوري والمهاجم محمد عمورة بسبب الإصابة؟ بالعيد ربما خيار فني حسب المعلومات التي في حوزتي تحدث معه المنافس، وعدم تصغير اثناء النشيد الوطني لدوله غينيا الاستوائيه، ويمنع منع باتا استخدام قادمه المنتخب ليبيريا يوم العاشر بمونروفيا، لكن ابعاد كل من عموره بسبب اصابه خفيفه وابعاد رايان آيت نوري الذي كان مصابا في اولى حصص تدريبيه للمنتخب الوطني، وبالتالي الثلاثي خارج القائمه 18 للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش في مباراة اليوم التي ستنطلق بعد لحظات أمام منتخب غينيا الاستوائية. شكرا لك وليد. قبل أن نفترق إذا كان ممكن طبعا مع المصور عبد القادر من أجل منح بعض الصور مباشرة من المدرجات قبل انطلاق المباراة بحوالي ربع ساعة من الآن إذا كان ممكن طبعا، أجواء بمدرجات ملعب ميلود هاتفي. سأترككم مع هذه الصور والأجواء من داخل ملعب ميلود هاتفي بوران مع المصور عبد القادر دحو. وأترك لك التعليق إذا كان ممكن طبعا وليد، تفضل. طبعا هي أجواء جدا رائعة يصنعها أنصار المنتخب الوطني من داخل مدرجات ملعب ميلود هدفي بوهران، مع حضور السند الدائم للمنتخب الوطني هي لجنة الأنصار المسمية بذ جرين باور على جانبي كما تشير لها الصورة أو عدسة المصور عبد القادر دحو. دائما أيضا ربما رايات فلسطين وربما أهازيج أو تغني ب فلسطين دائما حاضرة في مدرجات المنتخب الوطني، رايات من مختلف فرق الأنصار، رايات مولدية وهران، جمعية وهران، واتحاد عنابة، اتحاد العاصمة ومدينة الجزائر، وكل الفرق هنا حاضرة تحت غطاء الروح الأخوية. أجواء جد رائعة كما تشاهدون، تقريبا ربع ساعة عن انطلاق اللقاء الرسمي الأول في تصفيات كأس إفريقيا أمام منتخب غينيا الاستوائية. العمال هنا من داخل أرضية ميدان ملعب ميلود هاتفي إن أمكن عبد القادر دحو يسهرون على صيانة العشب الطبيعي الذي بعد التسخينات طبعا أبهى حلة مقارنة بالملاعب الأخرى. هنا طبعا شكر موصول ومتابعة يجب الإشادة بها وبعمال ملعب ميلود هاتفي. جيد جدا بوهران يزيد. جيد جدا زميل وليد رئيسي مبعوث قناة البلاد إلى ملعب ميلود هاتفي بمدينة وهران، نلتقي بك مباشرة بعد نهاية اللقاء في الندوة الصحفية. طبعا نشكر الجماهير الكبيرة جدا المتوافدة من أجل مناصرة الخضر، ونتمنى إن شاء الله أنه سيتصرفون تصرفا مثاليا طبعا، يكون طبعا بمقام المنتخب الوطني والجزائر. إذن عودة إلى البلاطو، نترك صور دائما على المباشر من خلف طبعا وفي الشاشة التي من خلف يوسف وكذلك قاسم مهدي وعز الدين أيد جودي. تأكد خبر غياب الثلاثي لخيارات فنية عز الدين زين الدين بالعيد ولأسباب صحية كل من رايان آيت نوري وكذلك محمد عمورة. قاسم. نعم، سي دي بليسور جو بونس آيت اليوم كي تشوف آيت نوري سيتي بالك لا ساتيسفاكسيون تاع لي ديرنيير بريستاسيون تاع ليكيب ناسيونال، وبالعيد بون سي ان جون او جاي الفريق الوطني. انا نستناو منتا ان شاء الله يطولوا لا شونس تاعو ان شاء الله، راهو قريب دوك انت كي تلحق راك في ليفيكتيف ا تو مومون تقدر تكون تيتولير. وعموره او مولي من لا بليسيور تاعو باسكو سينو عموره سي ان جوار تري امبورطون في ليكيب تاعنا باسكو سي لو ليا سي لو سول جوار لي يقدر يمد لا بروفوندور ليسباس الفريق الوطني. شفناه في الديرني ماتش كي ربحنا على الاكستيريور، هو دار اون كورس دو 40 ولا 50 متر على لا فان باه يتبع البالون. فو با اوبلي اوسي لا فيكتوار في الموزمبيق ودخل كوم رومبلاسون، هو اللي كان السبب الرئيسي من اجل العوده بثلاث نقاط. دونك يزيد هضرنا عليه، سي ان جوار تقدر تبدا به وسي ان جوار شاك انترينر كيفاش يشوف فيه ويقدر يكون جوكر هو اتو مومون في الفريق الوطني. دونك ضربه للخضر انه ماش تواجد في القائمه طبعا لهذه المباراه. هنا ربما نعود الى النقاش
اذا كان ممكن مع يوسف عز الدين وكذلك مهدي عن غياب لاعب شايبي هنا دون دي كاباري جوستومون ديجا نو با لو كونفوكي ديجا سي تان بوين دانتيروغاسيون في ظل غياب بعض اللاعبين وغياب عبوره كواكو سي با الميم بروفيل كومام مي Je pense que le profil de Chaibi fait le منتخب الوطني كان يجب ان يتواجد في القائمه بلاك بعدين نسمعوا كواليس يعني ما جرى بينه وبين المدرب بلاك يا دي كونديسيون بلاك هو عطى دي كونديسيون والمدرب ما رضاش بها هذا يبقى يعني احتمال وارد لانه ما دام ما كاش المعلومه تفتح باب تاويلات هذا هو الاعلام الرياضي عزدي بكل صراحه انت كمدرب طرح لك سؤال مباشر طرح لك سؤال مباشر عزدي اذا ما كانش فيه سبب انضباطي اذا كان ما فيهش سبب انضباطي بين اللاعب والطاقم الفني او مع الاتحاديه هل عزدي الاجودي ما يستدعيش شايبي للمنتخب الوطني بكل صراحه سؤال وانت حر في اجابتك قلت لك يعني ان بون جوور يعني سي ان بون جوور دوك في الاحتمال انا عطيت الاحتمال لا نتكلم عليك انت خير من احتمالات عزيز قبل ما تسالني قلت لك يقدر يكون امر شرطي جزائي يقول بليك انا باش نجي الفريق الوطني لعبت تيولار بالك ما قبلهاش المدرب الوطني هذا احتمال وارد تبقى تصورات عزيز تبقى احتمالات تبقى تاويلات هو حنا نقولوا داكوغ دونك ما عندناش الخبر يقين ولو ان المدرب اجاب يعني على الفورما بالك عندنا اذا كان فيه ممكن تصريحات المدرب الوطني فيما يخص هذه القضيه فيما يخص طبعا ولكن بعد اللقاء راح حنعودوا اليوم ولكن عموما اليوم حنا رانا امام اختيار لاعبين يوسف عجبني قال لك ولفنا هذا الفريق هذا يعني ملاحظه في محلها يعني كي تشوف المجموعه نوعا ما فالمدرب ما حبش بالك يغامر. تخي بيان. يلا نروح لبرونوستيك تاع مباراة اليوم نبداو بك يوسف. التكهنات تاع مباراة اليوم. نظن راح تكون مباراة صعبة. نتمناو الفريق الوطني الفوز ولكن راح تكون مباراة صعبة ما راحش يكون نتيجة يعني كبيرة راح يكون تقارب في المستوى. تصور فوز الخضر؟ إن شاء الله. عندنا إمكانيات باش نفوزوا ولكن راح يكون فوز صعب بصعوبة. قاسم مهدي. يفوز أنا 2-1. للمنتخب الوطني بيان سور كلاريناتي بريسيز مهدي اللي في كوم سا دونك عزدين نبتك 2-0 وان شاء الله هناك ما نقدروش اليوم يعني اولا كتقني ولا حتى يعني كمناصر للفريق الوطني ما تصورش تكون تعثر اخر شوف وليد صادي والمجموعه تاعو ابانوا على امكانيات انهم يقدروا يعني يحسنوا امر الفيدراليه وامر الفريق الوطني نتمنى ان الامور ان شاء الله تكون في الديناميكيه الجديده يا سيدي ان شاء الله هذا ما نتمنى شايبي جوست اون بيت بارونتيز هو جاب سعيود كي جاب سعيود جاب لي ربي سي اون كارت الى سي اون كارت وسي ابو لو ميم بروفيل مي راح نتوسع اكثر في الموضوع في بعد المباراه ان شاء الله يكون عندنا هامش اكثر للحديث اكثر فيما يخص قضيه فارس الشايبي ولاعبين اخرين مشاهدينا الكرام نلتقي بكم مباشره بعد لقاء المنتخب الوطني ضد منتخب غينيا الاستوائيه الذي سينطلق بعد 10 دقائق من الان يعني بعد ساعه او انطلاقا من الساعه 8 ليلا بتوقيت الجزائر بملعب لود هاتفي بمدينه وهران اذا مشاهدينا الكرام شوفوا مباراه ونعود له ان شاء الله مباشره بعد اللقاء للتحليل على لقاء الخضر